بونجور صف خامس، ماما اليوم احنا عندنا درسنا معاد، اوكي، واسمه لو كومبليمون دوبجي ديريكت. شنو معناته كومبليمون دوبجي ديريكت؟ يعني مفعول به ومباشر. شنو معناته مفعول به مباشر؟ يعني مفعول به مثل ما بالعربي مفعول به، بس مباشر يعني يجي ورا الفيرب مباشرة، ماكو فد بخيبوسيسيون، ماكو اي حرف جر ولا شيء. فيقول وهو مفعول به مباشر، اي اسم عاقل لو غير عاقل يجي بعد الفعل مباشرة. ألم سونامي، هي ألم تحب، تحب صديقتها. زين، خلينا نشوف السونامي، هو هذا التكمل الاسم اللي دا يجي ورا البير. هذا الاسم خلي أشوفه هنا أنا. أوكي، تشوفي فمينة لو ماسكولا، أنا بالنسبة لي دا أشوف هذا فمينة من الأو، ودا أشوفي بلوغيال لو سانجولي يعني جمع لو مفرد، دا أشوفه مفرد ماكو أس. زين، البولوك خيون، هي شنو تريد؟ هي تريد قلم رصاص. هنا عندنا هذا دا أشوفي لوك خيون. طبعا المهم المفعول به كومبليمون دوبجي ديريكت هو فد اسم بيجي شنو ماما ورا الفعل مباشرتين. قد يكون هنا هسه انا اخترت هنا اسماء غير عاقل، حتى لو يكون اسم اسيل، لو يكون اسم اي احد، اوكي، ورا الفيرب مباشرتين، هو هذا نقدر احنا نعوضه. هنا الكريون طبعا انا اعرف انه هذا اسم مذكر. على العموم يقول اذا كان الاسم مؤنث راح احنا بنقول له راح نعوض عنه، راح نعوض بالمؤنث بالله والمذكر باللو، وإذا مؤنث أو مذكر بس جانو جمع راح يكون لا باللي. زين ماما، إذا هذول إجا وراهم فويل راح يكون البوستروف. في مثلا هنا شو يقول؟ جكري لي رومو، عند التعويض شو تسوي ماما؟ نحذف الاسم. هسه مثلا هنا عندنا رومو، هنا طبعا إذا إس يعني بلوغيال مو، راح نحذف الاسم ونعوض عنه بالضمير الملائم. شو تعوضين عنه؟ أكيد باللي، ويكون موقع الضمير وين يصير موقع لما نعوض بعد التعويض؟ وين من يخلص عوضه؟ اختاريت الضمير الملائم مثلا اختاريت اللي، وين يكون موقع التعويض؟ بين الفعل والفاعل، اوكي. هنا هسه ألم سونامي صارت ألم هي تحبها، يعني هو ليش نعوض؟ احنا نعوض حتى شنو؟ نختصر، اوكي، ما نحكي هوايه، ما نقول كلمات او جمل كبيره. الفو لو كريون، هي تريد القلم، فاش صارت الفو هي تريده. زين، جكري لي رومو، انا اكتب القصص او الروايات، هنا طبعا روايه، فش صارت هنا طبعا هذا النوم راح اعوضه كله ينحذف ماما كليته، الاسم هو والاداه مالته، وراح يكون موقع وين؟ بين الفعل والفاعل. شي لزكري، انا اكتبها. زين، من النفي، النفي يعني العادي، اوكي، من هذا قبل الصف الثاني ماخذته عندي نو والباو نصهم شنو كان اكو فيرب، اوكي. هسه هنا عندنا لا، شو اسمه الفيرب، اني بما انه هنا هسه هنا تشوفين هنا ماما مو عندي الفيرب، وهنا صار عندي هذا مالت البخونوم، البخونوم يعني ضمير، فهو دائما ياخذ ويا الضمير ويروح يمشي وين ما يروح ياخذ وياه. فهنا هم عندي نو والبا، فهنا مو اكو فيرب، ماخذ ويا صديقه البخونوم ويا هنا، اوكي. فهنا النيم با سونامي، اوكي، شنو راح يصير بالنفي؟ انه ليم با، اوكي، هو صح عوض بين الفعل والفاعل، مو هي تهمنا وين الضمير، هذا بين الفعل والفاعل، اوكي. elle ne veut pas le crayon، elle ne le veut pas، اوكي، وين خلت ماما الكريون؟ عوضها شنو باللو وجابها وياه هنا، اوكي. واذا تريدين ترجعين للحقيقه هو هنا موقع بين الفعل والفاعل، يعني بغض النظر عن ادوات النفي، اوكي. je ne crie pas les remords، ايش صارت هنا؟ همين je ne crie pas، وين حطينا النو؟ راسا حطينا احنا صح النو والبا، واكو فيرب بنصهم، بس انت هو كل فعل دا يجيب ويا صديقه اللي هو البخونوم الضمير. بعد شنو عندي؟ يقول اكو ضمائر شخصيه اللي اسمها البخونوم بيرسونيل، ضمائر الشخصيه اللي هي الما والتوا والنو والفو، هذول نفس الموضوع مالتنا بالكومبليمون دوبجي ديريكت، هذول هم يجون ورا الفعل مباشره. زين، هي يعني احنا موضوعنا مفعول به مباشره، اللي كوتي موا، هي شنو معناتها؟ هي تسمعني، تسمعني، تسمع اني. من يريد يعوض شي يسوي؟ يقول عند التعويض تحذف، اوكي، يحذف هذا البخونوم بيرسونيل، وهم يكون موقع وين؟ بين الفعل والفاعل. هذول من ماما يريد يعوضهم الموا شنو تصير؟ تصير مو والتوا، تصير تو والنو، نو والووف، وذول ثلاثهم يبقون بالصدفة انهم املاءهم نفس الشي، بس هذول يتحولون. مثلا هنا الليكوت موا، هي تسمعني، يريد اعوضها شنو؟ هنا اذا مفعول به تعلمت انه اشيله، يكون موقع بين الفعل والفاعل. اذا اكو بدي تغيير خل اشوف الموا شنو تصير، صار شنو؟ الميكوت، هي تسمعني. فوزونتوندي نو، انتو دا تسمعونه، هم انتوندي مو هم يسمع،
فبدي اعوض هالشي يكون طبعا النو تبقى نفسها. اوكي خلاص تبقى نفس الاملاء، مجرد بس اغير مكانها فونوزون توندي. اوكي هنا اعرف انه هذا مو انعكاسي، لا تتذكرين شلون انعكاسي كان مثلا اذا فوزون توندي. اوكي هنا لا ويا من متصرف، شوفي الفيرب هنا متصرف في هذا، فاعرف انه هذا ضمير شخصي ما له علاقه. اوكي هنا اصلا ان شاء الله تكونوا فهمتوا، مو تنسون تسوون لايك.